دايما بيروت هي الرقم الصعب. غبار المعركة الانتخابية بعده ما انجلى تماما. صحيح انه الهدوء رجع لشوارع الأشرفية والجوار، ولو كانت عدة المعركة بعدها معلقة على الحيطان، بس المتنافسين على المقاعد البلدية والاختيارية رخوا سلاحهم لتبلش معركة إعلامية شرسة ما بتقل شراسة عن المعركة البلدية، عليت نبرتها ما إن أعلن الانتصار الكبير اللي حققته قوى 14 أدار. وأبطال هالمعركة طيار العوني اللي عم بيحاولوا الإيحاء عبر وسائل إعلامهم إنهم ربحوا الاستفتاء بالأشرفية، وحيث يصر النائب ميشيل عون على اعتماد مبدأ المناصفة بحصص الربح فقط بدل إصراره على مبدأ المناصفة ببلدية بيروت وعلى مهاجمة العيش المشترك كل ما حانت له الفرصة. إذن الأشرفية اختارت مين بيمثلها، وحصة عون ما تجاوزت 5 مخاتير برميل واتنين للطشنا، في حين حصدت 14 أدار 21 مختار من أصل 28 بمعركة ظن البعض أنها قاسية لكنها كانت مرتاحة جدا رغم نسبة الاقتراع المتدنية نسبيا. كان في مؤامرة حقيقية بمحاولة لنقول التحدي أو الاعتداء أو محاولة إطاحة المخاطير اللي وقفت معنا بالانتخابات، على أساس أنه بانتخابات البلدية والاختيارية عادة ما بيكون فيه لنقول الكثافة اللي موجودة يعني بالانتخابات النيابية. فمن هالمنطلق يعني كان في خطة عملية يعني ما حسينا فيها إلا بالآخر، أنه من خلال بلوكات لتتحدى وتطيح ببعض المخاطير بالأشرفية. بتقديري أنه إعادة تأكيد على نتائج الانتخابات النيابية بشكل ما في أي التباس، لم يستطع الذين خسروا الانتخابات في المرة السابقة أن يجروا الاستفتاء الذي قالوا أنهم يجرونه، وأنا أعني التيار الوطني الحر. بمعنى آخر هذه المناطق أو هذه الدوائر ما أعطت ثقتها إلى السياسي أو إلى ممثلي هذه السياسي في هذه المنطقة. هيدا بدل على أمر كتير مهم اللي كنا بكثير من الأحيان كان الناس ملتبس عليها، أنه حيث يكون هناك تصويت مسيحي صافي مش صحيح أنه أغلبية الأصوات تذهب إلى التيار الوطني الحر. لم يعد القوة الانتخابية الأولى أو الأكبر كما كان في سنة 2005 عندما حصد غالبية أصوات، وكان ذلك بسبب بسيط لأنه التقى مع المزاج العام المسيحي. اليوم هناك طلاق ما بين المزاج العام المسيحي وموقف التيار الوطني الحر، وبكل بساطة بكل موضوعية بقولها لأسباب بسيطة بقراءة سريعة، الموضوع منه موضوع حزبي، مش المصطفين خلف الأحزاب 14 أذار أو اللي منتظمين ب 14 أذار بأحزاب 14 أذار هني فقط اللي عم بيصنعوا الفرق. الفرق عم يصنعوا الرأي العام المستقل اللي هو منه حزبي بس هو ما عاد موافق على السياسات التي يعتمدها التيار الوطني الحر. بيروت وتحديدا الأشرفية وجوارها قالت كلمتها، الغالبية العظمى هي مع خيار 14 أذار، مع خيار الاستقلالي، مع خيار ثورة الأرس. فكان في محاولة يعطوا صورة هل هي مزورة للواقع، أنه إذا قدروا ربحوا مختار أو مختارين أو ثلاثة أو أربعة بالأشرفية بأصوات التشناك اللي مش بأصواتهم يقدروا يقولوا أنه تغيرت الوجه الأشرفية سياسيا، ومحاولة عبر هالقصة لضرب المرجعيات. عون اللي دعا ناسه لتغيير قميص المخترة كانت النتيجة انه هالقميص بالذات خلعته عن عرش الشعبية بالأشرفية، وبدل ما يكون حصاده الوفير هو من المقاعد الاختيارية اصطادته المخترة وصار هو الطريد. كان في القفز، محاولة قفز حول المرجعيات بالمنطقة بالانتخابات البلدية، وأيضا منشوف أيضا انه محاولة قفز على الديمقراطية، لانه انت بدك تعبري عن استفتاء على شغله بتحطي ورقه بيضاء، ما يعني ما بتروحي لتقولي انه
بدي انا صوت للمخاطير لعبر عن غير شيء، بس لانه اللي عرفوا انه حزب التشناك دخل بالمجلس البلدي، الورقة البيضاء رح تبين قديش هي صغيرة. قالوا من قاطع لولا حزب التشناق التيار الوطني الحر لا يستطيع أن يوصل مختارا واحدا ربما في كل هذه المناطق، وهذه نقطة ضعف. التيار الوطني الحر هو الحزب الأكبر مش التشناق. هيدا كمان يكشف ويعيد كشف ويعيد انكشاف الواقع الانتخابي للتيار الوطني الحر، مثلا مثل بمنطقة المتن سنة 2009، مثل بجبيل سنة 2009 بالانتخابات النيابية رجعت انكشفت بالانتخابات البلدية، حيث هناك تصويت مسيحي صافي، واعتذر عن القول بس انه هذا هو الواقع. ما بيقدر ينجح قوى ثورة الأرز أكبر أقوى، تتمتع برافعة حزبية قوية، ولكنها أنا وهذا هون بلاقي أنه هذا المهم، الرأي العام المستقل بيوقف معها، ما بيوقف مع خيار التيار الوطني الحر. أنا بصنفه أنه هو قوة أساسية بالشارع المسيحي، فيها كتير في إلى اعتبارات كتير ما بدي خوض فيها، ما معنا وقت نخوض فيها، إنما هو في تراجع مستمر ودائم في اعتراض على خياراته السياسية بالشارع المسيحي، أمر واضح. في رصيد كبير كان عنده إياه عندما عاد سنة 2005 من المنفى، هذا الرصيد بدده سنة بعد سنة عاما بعد عام، واليوم يصل إلى حافة سقوط كبير. رسالة الأشرفية كانت واضحة، نتيجة كانت قاسية جدا، رد على هالمحاولة ب 12-0، رد على المحاولة. أنا كنت عم بقول أنه حتى البعض حاول يقنع أو جنرال كفكرة جنرال عون أنه الخطير بالأشرفية بينباع وبينشروا هن قمصان مدري شو غيره قمصان، فتخيط قميص على قياس الجنرال ب 12-0 بالأشرفية. هدد عون بداية بالاستفتاء بالأشرفية، فتبين أنه الاستفتاء هدد شعبية عون ووضع مباشرة على المحك وانقلب السحر على الساحر، إلا إذا كان طموح عون ما عاد قادر يتخطى شارع بالأشرفية كحدوده الأقصى، والأرجح هيدا هو الواقع.